هو التواريخ المهمة في حياة هند نزار. أنت بديتي كمقدمة برامج. نعم. قبل التمثيل ولا التمثيل قبل؟ لا، بالبداية ممثلة. ممثل. لكن لما صار أكو ركود قوي والتوقف بالدراما العراقية، حاولت إنه أبقى متواصلة وأبقى أشتغل، لأنه أنا متعودة من أني وصغيرة أني معتمدة على نفسي وأني طيب أشتغل. كان لك موقف صعب وأنت صغيرة ب2005. مواقف يعني لما قلت لك الطفولة تحولت وصارت صعبة، وهذه كانت أتعس فترة ثاني ابتدائي، أتعس فترة بحياتي. شنو هذا الموقف؟ كانت صعبة وكانت بها يعني كانت مشاكل عائلية، بين إنه العائلة أني الوالد والوالدة منفصلين. نعم. فإن أخذت من أحد من الطرف أي، وعشت يمه وبعدوني عن الطرف الآخر، وكنت بحاجة إلى حب وحنان أم وأهل وأخوان، يعني كنت ربيت وأني يعني بعيدة عنهم. نعم. ربيت وأني بحاجة إلى أن أكون ويا والدتي بالعيد، أو أنه أني هذا الموضوع كل شيء يؤذيني، ويعني يمكن هو اللي ينطاني هذه القوة والحنان اللي تشوفها هسه عندي أوزعها على العائلة كلهم. كنت بحاجة أنه أني بالعيد أشوف أهلي، بحاجة أنه أني أمي هي اللي تسوي لي الأكل بدال ما أني أقوم بهذه الوظيفة وأني أسوي أكل الناس. هم أكبر من عندي، يعني هم أهلي وأهل أبويا، بس ما عشت بدلال، ما عشت بحنان أم، ولا عشت بحنان أخوان وخوات. أنت محتاجة أمك حيل طبعا. ولهذا يومي بس أني الطفل بهذا العمر يعني بس صعب يبتعد عن أمه، وما شفتها ولا حكيت وياها ولا خلوني إنه أتقرب من عندها أو تشوفني أو أشوفها. موج غالية. كان شكرا، لأنه هذا الموضوع كلش مأثر بيه لليوم. أو يمكن هي هاي الطفولة الصعبة، الحمد لله بعدين أمي أخذتني وهي اللي شفت لي. إذا نجاحك الآن هو ما جاء بضربة حظ؟ أبدا، كان أكو تعب وكان أكو والشخصية اللي أني بيها والقوة اللي أني يمكن بيها، لأنه سببها الطفولة. ما عشت أني طفولة حقيقية، عشت طفولة أكبر من عمري بهواية. صحيح. يعني بذاك العمر أني كنت مسؤولة عن كل شيء بالبيت. شو وقت رجعت الحضن؟ تركت دراستي وشعري ما ردت شعري بذاك الوقت، كنت ما ريت شعر. تخيل شنو النفسية وشنو الوضع اللي أنا كنت بيه. حلقت شعري وتركت الدراسة بالثاني ابتدائي.